إلى أين وصلت معركة الرقة لاستعادة المدينة من داعش في ثاني يوم للمعركة؟ بعد افتقاد داعش المقاتلين، فما الأسلوب الذي يتبعه لإعاقة تقدم القوات الأمنية العراقية في حي الشفاء بمدينة الموصل؟ وتوسع دائرة مقاطعي قطر، فما هي الدول التي انضمت لمقاطعة الدوحة؟ مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم استوديو الان، ونقدمها لكم طبعا مباشره من دبي. نتابع في التقارير والقصص التاليه. تنظيم داعش يحاول تجهيز اكبر عدد من المفخخات والانتحاريين والالغام، وذلك لكي يتلافى المواجهه المباشره مع القوات التي تقتحم الرقه. هذا ما قالته المتحدثه الرسميه باسم معركه غضب الفرات جيهان شيخ احمد. خطة مدروسة تشمل تحرير المدينة بشكل سليم ودون أضرار أو وقوع أضرار للمدنيين، بالإضافة إلى وضع داعش الآلاف من الألغام، يعني مدينة الرقة بشكل كامل، لأن استراتيجية أو تخطيط داعش يتوقف على عدم محاربته وجها لوجه، بل تخطيطات عسكرية تتضمن وضع ألغام، سيارات مفخخة، انتحاريين. أين كان داعش يحتجز معارضيه وعائلاتهم في غربي الموصل؟ وما هي طبيعة السجون التي كان يحتجز فيها ضحاياها؟ هذا ما سنجيب عليه في تقرير مراسل الأخبار الآن من الموصل وسام يوسف في الجزء الثاني من استوديو الآن. نعم، لأنكم قسم المنتجين هم يستعملون هذا. لا لا، المحاربين مالتهم لا، هذا سجن المدنيين. ممكن نشوفه. يعني هذا من اساليبهم الاجراميه اللي لاحظناها، لانه المعتقلين باللحظات الاخيره اثناء نفوذهم بنفسهم وتركهم للمعتقلين اللي يقتلون ويقتلونه، والباقي يعلقون يحرقون المنطقه اللي مثل ما يقول داخل السجن. هي ايضا موجوده داخل السجون، وهسه جثث موجوده داخلها. هاي دون أن تمنعهم شريعتهم ولا حتى أيام شهر رمضان المبارك من الإمعان في الإجرام والأذية، فقد شهدت أفغانستان هجمات دموية في الفترة الأخيرة وأسفرت عن قتل العشرات. أخبار الآن رصدت مسلسلا من الأحداث الدامية الذي طال العاصمة الأفغانية كابول. حسب المعلومات، شاحنة نقل للمياه كانت مفخخة نفذت هذا الهجوم العنيف. التفجير استهدف الشعب والمدنيين، والضحايا كلهم من المدنيين. العدو هو عدو البلاد والعباد، الخسائر كبيرة للغاية، كما والضحايا عددهم كبير. ماذا علينا أن نفعل؟ ما لنا سوى الله ولا نشكو إلا إليه، من هم طالبان وغيرهم، إنهم وحوش تفترس البشر. الرياضة جريمة بنظر داعش، فقد قام التنظيم بملاحقة الرياضيين وكفرهم، واعتبر الاعتراف واللعب بقوانين الرياضة مخالفة للشريعة الإسلامية. في مدينة الباب شرق حلب لا زال نادي العدالة يفتقد الكثير من لاعبيها بسبب ملاحقة داعش لهم أثناء احتلاله المدينة، غير أن عددا كبيرا التحق بالتمارين في رسالة لتحدي لداعش الذي سبق ومنع كرة القدم في المدينة. يحاولوا يمنعوا الناس ويطالعون برات جو الرياضة، مثلا برات أي جو، يدخلون في جو الحروب، جو القتل، جو التدمير، جو يعني الأجواء اللي مليانة دماء وأشلاء. يعني مثلا الشباب ياخذوهم يحضروا مقاطع أو إصدارات لداعش. كان ممنوع هالظواهر هي كلها، تجمعات كروية أو هيك، يعني بالفترة الماضية كانت ممنوعة، وكنا نتجنب يعني كتير بسبب يعني ممكن لأي سبب تنسجن، تدخل دورة شرعية. منطقة الحسين في القاهرة من أشهر المناطق التاريخية والشعبية التي يتردد عليها الكثيرون من السياح والمصريين على حد سواء، ومن أهم ما يميزها المخاهي الشعبية المنتشرة بها. لكن كيف هي الأجواء الرمضانية هناك؟ سنتعرف على ذلك في سياق السجل الآن. طبعا رمضان ما يعديش إلا بخروجة زي كده، يعني لازم الأجواء اللي هي رمضانية كده في وسط الحسين، بالذات في الأماكن اللي هي الأثرية القديمة، تبقى ليها طبعا جو خاص طبعا في الأسرة المصرية. باجي هنا كل سنة في رمضان، بنتسحر هنا، بتبقى أحلى لمة هنا. هو في رمضان دايما بيكون في شكل مختلف للأماكن، وزي دلوقتي احنا في شارع المعز الدنيا بيبقى فيه يعني زي ما انت شايف حوالينا حاجات وبتاع وشباب كتير ومزيكا وهزار وكده، ودايما تبقى الحتت فيه لمات وناس متجمعة، وفي رمضان تبقى الأجواء مختلفة.
ما هي جبهات القتال الرئيسية في معركة الرقة؟ التفاصيل بعد قليل مشاهدينا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. دارت اشتباكات داخل مدينة الرقة معقل تنظيم داعش بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش، حيث نجحت قوات سوريا من التقدم إلى داخل مدينة الرقة من الجهة الشرقية وكذلك الجهة الغربية. ويشارك في المعركة قوات سوريا الديمقراطية وطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. باتت قوات سوريا الديمقراطية قريبة جدا من تحرير مدينة الرقة وطرد تنظيم داعش من أهم معاقله في سوريا. تأتي هذه المعركة استمرارا لحملة غضب الفرات التي كبدت التنظيم خسائر كبيرة وفقد السيطرة على مساحات واسعة وبات شبه محاصر داخل مدينة الرقة شرق سوريا. طبعا هذه هنا مدينة الرقة كما تظهر على الخريطة. جبهات القتال الرئيسية التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية هي من الجهة الشرقية وكذلك من الجهة الغربية. من الجهة الشرقية تقدمت هذه القوات ودخلت إلى أحياء، حيث تدور اشتباكات عنيفة داخل مدينة الرقة من الجهة الشرقية وتحديدا في حي المشلب، إذ تحاول قوات سوريا الديمقراطية إجبار داعش على التراجع داخل المدينة وربما الانسحاب إلى خارج المدينة، وذلك خشية على المدنيين وخشية من استخدام داعش للمدنيين كدروع بشرية. طبعا هذه الجهة الثانية هي الجهة الغربية التي تقدمت منها قوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية أيضا ناشدت الأهالي والمدنيين داخل مدينة الرقة الابتعاد عن مقرات ومواقع تنظيم داعش والابتعاد عن أماكن الاشتباكات، وذلك حفاظا على أرواحهم. كما ذكرنا طبعا هذه المنطقة الشرقية، الجهة الشرقية لمدينة الرقة، حيث تدور الاشتباكات الأعنف داخل المدينة في حي المشلب، وهو ما طبعا بعد ساعات من انطلاق المعركة نجحت هذه القوات في دخول حي المشلب. وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن تنظيم داعش لجأ إلى تفخيخ المنازل وتفخيخ الأحياء لتأخير قوات سوريا الديمقراطية في التقدم وطرد داعش من هذه المدينة التي تعد أهم معاقل التنظيم في سوريا. حول الموضوع ينضم لنا من القميشلي عبر الهاتف مباشرة العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. سيادة العميد مساء الخير، أهلا بك معنا. التقرير شرح بالتفصيل العمليات على الأرض ودخول قواتكم قوات غضب الفرات إلى مدينة الرقة، لكن نريد من حضرتك أن تشرح لنا ماذا يجري على الأرض إلى الساعات القليلة الماضية وإلى الآن، ماذا جرى بالتحديد؟ أولا تحية لك وللمشاهدين. بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية تقدم في مدينة الرقة الآن داخل الأحياء، طبعا كما ذكر التقرير حي المشلب، وكذلك بالنسبة للجهة الغربية دخلوا قرى عديدة يلي هي يعني المناطق اللي كانت تبعد مثلا 20 أو 18 كيلومتر كمان عم نتقدم فيها، فدخلوا قرية حاوي الهواء والسمرة وكذلك قرية السحل الغربي، يعني هي أهم قرية كان يتواجد فيها جهاز المخابرات يعني تبع داعش في الرقة والذي يقوده علي موسى الشواخ وهو من أبناء المنطقة والمدعو أبو لقمان، وكما ذكر اسمه مطلوب بالنسبة لأجهزة مخابرات أوروبية وأمريكية بعد تنفيذ عمليات في أوروبا. بالنسبة لل ألو نعم تفضل سيدة العميد. نعم، وبالنسبة للجهة الشرقية بالشمال الشرقي كذلك هناك تقدم كبير، ويعني التوقعات أن مدينة الرقة إذا استمر الوضع على هذا الحال إن شاء الله تكون المدة قصيرة في تحرير هذه المدينة واستعادة. طيب عندما نقول بأن قواتكم بدأت بدخول مدينة الرقة، يعني ماذا يعني ذلك بالنسبة ربما بالمساحة أو المسافة التي لا زالت تفصلكم بين من أين أنتم متواجدين الآن ومركز داعش، المكان الذي ربما يتحصن فيه ويتمركز به داعش بشكل كبير في مدينة الرقة؟
يعني كان الخوف بالمراكز الحيوية وهي السدود، ولكن الآن ثلاث سدود محررة، فلم يبقى هناك مناطق حيوية وكلها عبارة عن أبنية ومراكز قيادة وهي تنهار بالتوالي بالتتالي. يعني هلأ جهاز المخابرات انهار أو الحسبة، فنتوقع أن تكون العملية يعني سريعة إن شاء الله، ونقوم بتحرير الرقة خلال مدة زمنية وجيزة. طيب ماذا بالنسبة للمدنيين؟ نعلم بأن داعش في اللحظات الأخيرة يستخدمهم عفوا، كيف ستحمون المدنيين؟ يعني لدينا مشكلتين، هي بالحقيقة مشكلتين. أولا هو التفخيخ الذي يقوم به التنظيم، وخاصة من المناطق الذي يفر منها، وكذلك استخدام المدنيين دروع بشرية. يعني لا زال هناك مدنيين لا يرغبون بالخروج من مدينة الرقة، ويقولون نحن سنبقى في منازلنا. وطبعا هناك تعليمات أن المنازل التي يتواجد فيها المدنيين يرفعون رايات بيضاء عند تقدم قواتنا حتى لا يكونوا هدف خاطئ بالنسبة لنا، ويعني نحاول قدر المستطاع حماية المدنيين وحماية المدنيين أولا، وكذلك تخليصهم من أي عمليات يقوم بها داعش باستخدامهم دروعا بشرية. شكرا لك العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من القمشلي. مستمرون معكم مشاهدينا مع استوديو الآن، فأصل قصير نعود بعده، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلنت الشرطة الاتحادية عن قتل المسؤول الأول عن معامل داعش لتصنيع العبوات الناسفة في الموصل القديمة، كما أعلنت الشرطة الاتحادية عن تحرير 75% من حي الزنجيلي في الساحل الأيمن للموصل، وتقترب كثيرا من باب سنجار المنفذ الشمالي باتجاه جامع النوري في المدينة القديمة. أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى بأن تنظيم داعش صادر سيارات المدنيين في حي الشفاء بمدينة الموصل ووضعها في طريق القوات الأمنية من أجل إعاقة تقدمها. وقال المصدر في حديث لوسائل الإعلام العراقية إن عصابات داعش الإرهابية قامت بسلب وتفخيخ دور المواطنين الفارين صوب الأجهزة الأمنية العراقية، وفي حي الشفاء أيضا قامت بمصادرة ممتلكاتهم وسياراتهم التي تستغلها تلك العصابات، حيث يضعونها في الشوارع لغلقها وتفجيرها لإعاقة تقدم القوات الأمنية المحررة لمناطق أو القوات الأمنية التي تحرر المناطق والأحياء من الجانب الأيمن للموصل. المصدر أضاف أيضا، أو طبعا الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أضاف بأن تلك العصابات باتت تدرك خساراتها الكاملة، حيث أصبحت تلك العصابات لا تمتلك العناصر الكافية للقتال، فلجأت إلى أسلوب إعاقة التقدم ومنع الأهالي من الخروج والبقاء عليهم تحت التهديد بالقتل لاتخاذهم كدروع بشرية. من أربيل ينضم لنا مرأس الأخبار الآن وسام يوسف. وسام مساء الخير، أهلا بك معنا. الشرطة الاتحادية أعلنت عن تحرير 75% من حي الزنجيلي في الجانب الأيمن للموصل، تفاصيل ما جرى وربما الساعات القليلة الماضية التطورات التي كانت الأبرز خلالها. نعم نعم وسام. نعم. طيب وسام الصوت يصلني بشكل واضح، سأعود إليك بعد قليل. وسام يوسف مراسل الأخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل، سأعود إليك إذن بعد دقائق. بينما تستمر العمليات العسكرية العراقية لتقترب ساعة بعد الأخرى من الموصل القديمة حيث يتحصن مقاتلو داعش، ترك هذا التنظيم وراءه العديد من الشواهد على جرائمه التي ارتكبها ضد الإنسانية، من بينها سجن في حي 17 من تموز اعتقل فيه المعارضون وعائلاتهم ومارس ضدهم أبشع أنواع التعذيب. وسام يوسف اطلع على هذا السجن وأعد هذا التقرير. في كل زقاق وشارع من المناطق التي تم تحريرها حديثا غربي الموصل، ترك مقاتلو داعش شاهدا على جرائمهم ضد الإنسانية.
فهذا السجن الذي اعترت عليه القوات العراقية مؤخرا في حي 17 من تموز. كانت رائحة جثث ضحايا التنظيم هي التي قادت قوات حرس سينوى إليه. يعني هذا من أساليبهم الإجرامية اللي لاحظناها، لأنه المعتقلين باللحظات الأخيرة أثناء نفوذهم بنفسهم وتركهم للمعتقلين اللي يقتلون ويقتلون والباقي يعلقون يحرقون المنطقة اللي مثل ما يقول بداخل السجن، هي أيضا موجودة داخل السجون وهسع جثث موجودة داخلها. عند دخولنا السجن الذي يقع في قبو أسفل هذا المنزل انبعثت رائحة جثث متروكة في إحدى الزنازين بين الأنقاض، وعلى اثنين من الجثث الثلاثة كانت هناك آثار التعذيب والبشاعة بائنة. حاولنا الخروج من المكان، لكن صوت أحد المقاتلين العراقيين جعلنا نكمل توثيق هذا المكان، حيث عثرنا على زنزانة أخرى خاصة بالنساء. هاي كلها زنزانات. وين سجن النساء؟ ممكن نروح على سجن النساء نشوفه. موجودة في هذا القاطع؟ هاي سجن خاص بالنساء. كان اكو اطفال داخل السجن بالتاكيد. هاي امهاتهم ويا امهات سجينات. السلاسل الحديدية والاصفاد موجودة هنا في هذا السجن بشكل ملفت، كما أن السجن مجهز بكاميرات مراقبة. وفيما يبدو أن داعش خصص هذا السجن للأشخاص الذين كانوا يعارضونه هم وعوائلهم، إذ عثرنا أيضا على سجن انفرادي في نفس هذا المكان، وما زالت ملابس السجناء مترامية هنا وهناك بالإضافة إلى أواني الطعام. وبنفس السجن، يعني هي دعاية، هي مجرد دعاية بأنه يوصلون النساء عن الرجال، هاي شغلة مشتركة النساء والرجال. يعني نعم نعم، مثل ما أنت هسه جاي تلاحظ غرفة منفردة فقط عن الرجال، وإلا هي بسيطرة الرجال. الدواعش هم المسؤولين عنه. بشعة جرائم داعش في هذه المدينة والظلم الذي مارسه داعش على الأهالي الأبرياء لنحو 3 سنوات، هي السلاح الذي استخدمه هذا التنظيم الإرهابي لأغراض بات الجميع يعرفها، وهي إخضاع أهالي الموصل وفرض من خلالها سيطرته عليهم بالحديد والنار. أعود من جديد إلى مراسل الأخبار الآن وسام يوسف من أربيل معنا مباشرة عبر الهاتف. وسام، كنت سألتك قبل قليل عن تطورات على الأرض وعلى الأخبار التي تحدثت عن أن 75% من حي الزنجيري تم تحريرها، وأيضا ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية. نعم بالفعل خديجة، القوات العراقية تخوض معركة صعبة جدا في منطقة الزنجيري ومنطقة الشفاء برفقة فرقة رد السريع التي نحن عادة ما نرافقهم في معاركهم. القوات العراقية لا تعاني من مقاومة شديدة وكبيرة من داعش، ولكن تنظيم داعش أصبح يستغل المدنيين بشكل خطير. مقاتلو داعش لم يعد يقاتلوا القوات العراقية، وإنما يستهدفون ويقاتلون المدنيين عبر المعابر الآمنة التي خصصتها القوات العراقية. القوات العراقية عادة ما تحاول جاهدة المحافظة وتأمين المعابر الآمنة لغرض تخليص المدنيين والتقدم بشكل أكبر في هذا الحي، ولكن تنظيم داعش دائما ما يحاول استهدافهم في هذه المعابر واستهداف القوات العراقية أيضا، التي عادة نحن شاهدنا هذا الموضوع على الأرض. تحاول أنه لا ترد على نيران داعش في سبيل عدم إصابة المدنيين، ولكن تنظيم داعش بالفعل يقاتل المدنيين في هذه الأحياء بالموصل. نعم. طيب وسام، على في هذا السياق على ذكر ممارسات داعش، الأنباء تحدثت عن مقتل مسؤول عن معامل داعش لتصنيع العبوات الناسفة في الموصل القديمة، ما تفاصيل ذلك وما المعلومات لديك عن هذا الشخص بالتحديد؟ نعم، هذه العملية تمت أمس عصرا. قوات الشرطة الاتحادية في مواجهات مباشرة تمكنت من قتل 34 مقاتل مقاتلي داعش كانوا متحصنين في بعض المنازل، من ضمنهم كان يدعى أبو براء التونسي وهو مسؤول تفخيخ في الموصل القديمة، تم قتله أيضا خلال هذه العملية. وبنرى مباشرة من قوات الشرطة الاتحادية
خديجة، نقطة مهمة هنا أن مقتل هذا الشخص وهذا قيادة التمريض بعد شوفه يشكل انتقالة مهمة في معركة الموصل القديمة تحديدا، لأن تنظيم داعش أصبح يعاني كثيرا من قلة الأسلحة والعبوات الناسفة التي كان قد صنعها سابقا، لأن القوات العراقية في أحياء 17 تموز وأحياء غربية الموصل التي حررتها سيطرت على أجناس كثيرة من هذه العبوات التي كان قد جهزها مقاتلو داعش في استهداف القوات العراقية والمدنيين أيضا. في هذه الحالة التنظيم داعش خسر أحد الأشخاص المهمين بالنسبة له في هذا المجال، خاصة أن هذا الشخص كان هو المسؤول عن التفخيخ في منطقة الموصل القديمة، وبعد مقتل عدد من الأشخاص والذي كانوا مسؤولين عن هذه عمليات التفخيخ في منطقة 17 تموز تم انتدابه وطلب منه التنظيم الانتقال إلى حي الزنجلي لكي يشارك في عمليات مقاومة القوات العراقية كي لا تتقدم إلى هذا الحي، وقتل أيضا. هذا سوف يشكل نقطة مهمة في عمليات تحرير الموصل القديمة التي كما يبدو أنها سوف تكون معركة ضارية أيضا ومعركة صعبة على القوات العراقية بسبب وجود أعداد كبيرة من المدنيين في الموصل القديمة. نعم خديجة، هذه المداخلة وسام يوسف مراسل الأخبار الآن، كنت معنا بالهاتف مباشرة من أربيل. أعلن مسؤول إيراني اليوم مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 39 آخرين في هجومين استهدفا مقر البرلمان وضريح الخميني بالعاصمة طهران. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن واقعة إطلاق النار في البرلمان انتهت، مشيرة إلى قتل 4 مهاجمين. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. وجهة جديدة ينفذ فيها تنظيم داعش هجماته الانتحارية منذ انطلاقه قبل سنوات، وهي العاصمة الإيرانية طهران. هجومان متزامنان نفذا في ساعات الصباح الأولى استهدفا مجلس الشورى الإيراني وقبر المرشد السابق الخميني، وأسفر الهجومان عن قتل 12 شخصا وجرح 39 آخرين. تنظيم داعش سار على الفور في تبني الهجومين على البرلمان وقبر الخميني وفق ما ذكرت وكالة أعماق التابعة له عبر تطبيق تيليجرام. هجومان عدهما محللون عسكريون بأنه خرق أمني للعاصمة طهران، خاصة في مهاجمة مناطق تحظى برعاية أمنية كبيرة ووجود عسكري كثيف. وفي التفاصيل، وبينما كان البرلمان الإيراني يعقد جلسة له برئاسة علي لاريجاني، اقتحم 4 مسلحين مبنى البرلمان وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن. بعد ذلك أقدم أحد المسلحين على تفجير نفسه بحزام ناسف، في حين تحصن الآخرون في مكاتب النواب وقوات الأمن، لكن تمكنت الشرطة من قتلهم. الهجوم الآخر لم يكن أقل مكانة وشأنا من مبنى البرلمان، حيث اقتحم 3 مسلحين قبر الخميني الذي يقع على بعد 20 كيلومترا جنوبي طهران من الباب الغربي، وبدأوا في إطلاق النار. وبعد حين أقدم أحدهم أيضا على تفجير حزام ناسف كان يرتديه بعد نفاد ذخيرته وفق ما ذكرت وكالة أنباء إيرانية. وعلى الفور دعا وزير الداخلية الإيراني عبد الرحمن فضلي إلى عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الإيراني لبحث أسباب الهجوم ودوافعه وتعزيز الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية في العاصمة الإيرانية طهران. فقرات السجو الآن مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. ما هي علاقة عائلة مهاجم مانشستر بالهجوم؟ أهلا بكم من جديد. انضمت دول عربية جديدة إلى قرار مقاطعة دولة قطر المتهمة بدعم الإرهاب، في وقت اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإجراءات التي اتخذت حيال الدوحة أنها قد تشكل بداية نهاية رعب الإرهاب، مشيدا بالدور القيادي السعودي. التفاصيل في سياق هذا التقرير. تسارعت وتيرة الأحداث بعد أن انضمت موريتانيا إلى دول عربية وإسلامية على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا، وقررت بدورها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة والعمل على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية.
أما الأردن فقد أعلن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة وألغى تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة، وذلك بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين الدول المقاطعة من جهة وقطر من جهة أخرى. وفي آخر التصريحات السعودية الإماراتية حول مقاطعة قطر، أكد وزير خارجية السعودية عادل جبير أن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بسبب عدم التزامها بالاتفاقات المبرمة منذ عدة سنوات حول عدم دعم الجماعات الإرهابية وعدم التحريض على الدول. ولفت الجبير إلى أن الدول المقاطعة لقطر لا تنوي أن تضر بها أو بالمواطنين القطريين. بدوره قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر بما في ذلك فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية لا يزال خيارا مطروحا، معربا عن أمله في أن تهدأ الأوضاع وألا تسير الأمور باتجاه فرض قيود جديدة. وفي الولايات المتحدة أكد رئيس دونالد ترامب أن قطع العلاقات مع قطر بداية نهاية فظائع الإرهاب، مشيرا إلى أن قادة دول منطقة الشرق الأوسط أشاروا له إلى قطر فيما يتصل بتمويل الفكر المتطرف اقتصاديا وفيما يشكل ضربة جديدة لشركة الطيران القطرية. قالت شركة الاتحاد للطيران إن جميع المسافرين من حاملي جوازات السفر القطرية ممنوعون حاليا من السفر إلى الإمارات أو المرور عبرها، كما أن الأجانب المقيمين في قطر بتأشيرة إقامة لن يحصلوا على تأشيرة لدى وصولهم إلى الإمارات، وهو أمر ينطبق على جميع شركات الطيران التي تسير رحلات إلى الإمارات. إندونيسيا حولت رحلات العمرة إلى شركة طيران أخرى بعدما سحبت السعودية والبحرين رخصة الخطوط الجوية القطرية، وقالت إنه يمكنها تسيير رحلات تربط بينها ومناطق أخرى باستثناء البلدان التي لديها أزمة دبلوماسية مع قطر. الخطوط الجوية الملكية المغربية بدورها ألغت هي الأخرى رحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات والسعودية واليمن ومصر، فيما ألغت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية، وأقفلت جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان. كذلك شهد اليومان الماضيان تكدس آلاف السيارات والشاحنات التي امتدت على مسافة عدة كيلومترات من الجانبين في منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر، وهو المنفذ وحتى قبل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية وقطر بمثابة نافذة للقطريين البرية على العالم. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين وعدد من الدول العربية والإسلامية ضد قطر هو لمصلحة قطر أولا ومصلحة المنطقة. وأكد الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني في برلين أن الأزمة مع قطر يتم حلها في إطار دول مجلس التعاون. من جهته أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشمسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه قطر أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة الدوحة سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو بمشاركات أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500,000 درهم. بالتأكيد لم يكن هذا حلم أبي بكر البغدادي عندما أعلن خلافته الباطلة أن يتجه حتما نحو الزوال الحتمي مع قتل قادة داعش الواحد تلو الآخر. هذه المرة كان دور تركي البن علي في تحليلنا، سنبين بالبراهين كيف أن قتل البن علي سيؤثر على ما تبقى من دولة البغدادي المنهارة أصلا. تركي البن علي كان أحد كبار الشرعيين المتطرفين في قيادة داعش، بلا شك إن قتله ستكون له تداعيات قاسية على التنظيم، ليس أقله لأنه أتى في أعقاب قتل عدد كبير من أعضاء مجلس شورى داعش في عام 2016، وإنما يندرج في إطار استهداف جديد لأحد الشرعيين المتطرفين عمر مهدي زيدان الملقب بأبي المنذر الأردني، أبو محمد العدناني، أبو محمد الفرقان، أبو عمر الشيشاني، وأبو علاء الأنباري، كلهم رحلوا. من الواضح أن داعش عاجز عن حماية أهم قياداته، خسارة هؤلاء القادة الواحدة تلو الآخر دليل حتمي على أن مصير داعش الحتمي هو الفشل،
بالفعل البغدادي فشل في بناء وإدارة خلافته المزعومة، ففي وقت يعيش متخفيا عن الأنظار فإن قادته يستهدفون ويقتلون الواحد تلو الآخر. وأكثر، قتل البن علي له خصوصية أكبر، فهو صاحب الماضي الغامض، فقد اكتسب صفة المشرع المتطرف عندما كان تلميذا في القاعدة تحت راية أبو محمد المقدسي قبل أن يحول ولاءه إلى داعش وينضم إليه في عام 2014، فبالنسبة لمقاتلي داعش كان صفقة رابحة. البن علي كان من كبار الشرعيين، في الواقع كان معروفا قبل البغدادي، وقد يكون ساهم بتجنيد أشخاص وعزز سعي داعش لترسيخ العنف. اليوم بعد قتله داعش فقد الشرعية الذي يمنح المقاتلين المصداقية، هذا يشكل عقبة كبيرة أمام داعش، بحيث أن قتله لن يفرمل إمكانية تجنيد مقاتلين جدد فحسب، وإنما يشجع المقاتلين الحاليين على الاستسلام والنأي بأنفسهم عن الصراع. البن علي لديه قاعدة كبيرة في داعش بين المقاتلين الأجانب، مصادر ميدانية لفتت إلى أنه وفي أعقاب قتله أقدم العديد من المقاتلين الأجانب على الانشقاق ومغادرة المنطقة عائدين إلى بلادهم بعد توصلهم إلى قناعة بأن ما قام عليه داعش لا يستحق القتال من أجله. البن علي كان يتمتع بحيز خاص لدى البغدادي. معلومات ومصادر مطلعة أكدت أن البغدادي كان مهتما ومعتمدا بشكل كبير على نصائح البن علي، ولعل البغدادي يجد نفسه اليوم في مأزق بعد قتله، ومن المتوقع أن لا يمر قتله من دون أن يرثيه. رثاء آخر قد يصدر عن المقدسي. البن علي والمقدسي كانت طربيبة، وقد يجد المقدسي نفسه مضطرا للبوح برؤيته للأمور بينهما. أخيرا بلا شك إن قتل البن علي يلغي خليفة محتملا للبغدادي. اليوم مقاتلو داعش يجدون أنفسهم مضطرين للتساؤل، من قد يكون بديلا للبغدادي عندما تحين الساعة؟ داعش سيهزم، فرحيل البن علي سرع من أجل هذه النهاية الحتمية. حول الموضوع عندما نعبر الأقمار الصناعية الدكتور هشام الهاشمي خبير في شؤون الجماعات المتشددة معنا من العراق. دكتور هشام مساء الخير، أهلا بك معنا. قتل البن علي قائد جديد من قادة داعش الذين قتلوا الواحد تلو الآخر، الآن قتله كيف سيؤثر على تنظيم داعش؟ حقيقة بن علي لديه وظائف متعددة، لأنه يعتبر من كان يستعمله البغدادي في هذه الوظائف، منها مجلس الشورى والمسؤول على ديوان المركزي للهيئات الشرعية، وأيضا عضو اللجنة المفوضة. هذه ثلاثة وظائف هو كان يحتاجها لسد تلك الثغرات التي تركها من قتل من القيادات قبله، وبالتالي خسارته ربما تكون مضاعفة على هذا التنظيم المتطرف. أيضا هو معروف عنا مسؤول على مركز الأبحاث والبحث عن تلك الفتاوى الشاذة والرخص الغير مقبولة في الإسلام لكي يستعمل هذا التنظيم المتطرف في تبرير التوحش الذي ينفذه في المناطق التي يحتلها ويسيطر عليها، سواء كان في القتل أو كان في عقود النكاح أو كان في المال وغيرها من هذه الفتاوى التي هو معلقة برقبته، ابتداء من حرق الكساسبة وصولا إلى سب الأيزيديات وأيضا إلى جواز سبي المسيحيات والشبكيات والكاكائيات والبهائية في العراق والنصيريات والعلويات في سوريا. كل هذه التفاصيل هو الفتاوى معلقة برقبته، وبالتالي هذا العدد الكبير ممن تورط بالقيام بمثل هذه الأفعال الإرهابية المتوحشة، سواء كان مع النساء مع الأطفال في القتل، بشاعة القتل وطرق القتل التي كانت هي بتبريرات هذا المفتي، فخسارة مثل هذه الشخصية هو خسارة المبرر أو ما يعرف بالضمير الذي يصنع لهم تلك الحالة من الارتياح والحالة من القبول لدى هؤلاء. خسارتهم لمثل هذه المبررات يعني هذا التنظيم فعلا فقد الكثير من أحجار الزاوية التي يستند عليها في هيكله التنظيمي. هل يمكن إضافة إلى كل ما قلته أنه بقتله يمكن إلغاء أيضا خليفة محتمل للبغدادي؟
نعم بالتأكيد، وممكن أن يكون هو كان خليفة مؤقتا أو ربما هو يدير هذا التنظيم بعد البغدادي بطريقة رئاسته لمجلس الشورى. خسارة كبيرة أيضا، هو أودعت لديه الكثير من الأسرار، من جملة ما أودع عليه أنه هو مسؤول عن المكاتب الخارجية التي كان يديرها أبو محمد العدناني. بعد مقتله أظن سوف تذهب تلك الفروع 35 فرع والمكاتب الستة، سوف تكون هناك نوع من الاختلاط في الصلاحيات والتداخل في الصلاحيات حتى يجدوا بديلا أو بدلا لإدارة هذا الملف الذي البغدادي لا يعطيه إلا لمن يثق به جدا. نعم، طيب رغم كل هذا، كل الأحداث المتتالية في هذا التنظيم والخسارات في صفوف القادة على الأرض، البغدادي لا يزال مختفي، على ماذا يدل ذلك؟ إلى أي مدى هو دليل على الوهن، على ضعف التنظيم، على ربما انهيار التنظيم بشكل كلي؟ حقيقة هي ليست حكايات عن البغدادي في اختفائه، بل الكثير من التصريحات التي وجدت في تلك المراسلات والوثائق التي ألقت القبض عليها القوات العراقية في تحريرها النينوى، وقفت على الكثير من تلك المراسلات، يسألون أين هو ولماذا لا يظهر وهل هو حي هل هو ميت. هذه الاستفهامات الكثيرة جعلت بعضهم ربما يوصفه بالجبن، كون أن معظم القيادات تقتل في ساحات المعارك وهو لا يزال متنقلا متخفيا في أماكن هي مجهولة. الكثير منهم بدأ يستفهم استفهام أكبر، هل أن هذه البيعة قائمة مع مجهوليته وغيابه، أم أن هذه البيعة تبقى صحيحة؟ هذه الاستفهامات الفقهية هي تدل على أن هناك انشقاقات قريبة جدا في هذا التنظيم، ليست تلك الانشقاقات المناطقية، ربما هي انشقاقات كبيرة. نعم. وبعد هزيمة الموصل والرقة ربما يظهر ذلك جليا. شكرا جزيلا لك دكتور هشام الهاشمي، خبير شؤون الجماعات المتشددة، كنت معنا عبر الرقم الاصطناعي مباشرة من العراق، شكرا جزيلا لك. يقول أقارب مهاجم مانشستر سلمان العبيدي إنه خان العائلة. الوالد وهو أصلا متعاطف مع جماعات ليبيا المسلحة المقاتلة لا يزال ينفض روع ابنه في الهجوم، إلا أن توقيف الشقيق الأصغر للعبيدي هاشم في طرابلس بسبب عزمه القيام بأعمال إرهابية تظهر جليا بأن صلات العائلات المتطرفة تتجاوز وضع سلمان، ولا سيما بعد اعتراف الشقيق الأصغر بأنه كان على علم بتخطيط شقيقه لهجوم مانشستر. إليكم تحليلنا. السؤال الجوهري هو من أفراد عائلة سلمان العبيدي كان يعلم بنواياه وفشل في تنبيه وإبلاغ السلطات المعنية؟ هذا يظهر بوضوح تام بأن أحد أفراد العائلة متعاطف ويكن ولاء بغير مكانه، مما تسبب في إزهاق أرواح العديد من الأبرياء. فعندما يجنح أحد أفراد العائلة نحو التطرف وآخرون من العائلة لا يبادرون إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعه، فبطبيعة الحال تكون العائلة مسؤولة عن أي إجرام قد ينتج عن ذلك. فبنظر العالم العائلة بأكملها وليس فقط الانتحاري من تلطخت أيديه بالدم. هؤلاء الذين يتحملون مسؤولية إراقة الدماء في هذا الهجوم الشنيع أكدوا للرأي العام بأنهم غير مسلمين، وضعوا أنفسهم وعائلاتهم في خطر كبير بدعمهم واتباعهم أصحاب الفكر الضال الذي لا يفقه في تعاليم الإسلام ولا معانيه السامحة. غاية الإرهابيين هو تحريف الإسلام، وهذا مرفوض من قبل جميع العلماء المسلمين. فالإرهابيون الذين يدعون الجهاد زورا لم يقوموا بعمل شرير فحسب، وإنما يشتتون الأنظار عن كل الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلمون فيما بينهم وأمام المجتمع والإنسانية جمعاء. يدعون الإسلام والتدين ويشنون أبشع الجرائم بحق المدنيين الآمنين مسلمين وغير مسلمين دون أن تمنعهم شريعتهم ولا حتى أيام شهر رمضان المبارك من الإمعان في الإجرام والأذية. ففي أفغانستان وحدها رصدت أخبار الآن مسلسلا من الأحداث الدامية الذي طال العاصمة الأفغانية كابول. في جولة سريعة لما تعيشه أفغانستان من عنف في شهر رمضان المبارك، نقف أمام أعنف هجوم يقع منذ سنوات بحجمه وحجم ضحاياه.
إذ استهدفت شاحنة مفخخة كبيرة شارعا في كابول قرب السفارة الألمانية وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. واتهمت وكالة الاستخبارات الأفغانية شبكة حقاني بالوقوف وراء هذا التفجير الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 400 آخرين بجروح معظمها دائم وخلف عاهات مستديمة لا تشفيها الأيام، وذلك وفقا لأحدث أرقام وفرتها الحكومة الأفغانية. حسب المعلومات شاحنة نقل للمياه كانت مفخخة نفذت هذا الهجوم العنيف. التفجير استهدف الشعب والمدنيين، والضحايا كلهم من المدنيين. العدو هو عدو البلاد والعباد، الخسائر كبيرة للغاية، كما والضحايا عددهم كبير. هجوم أدمى وأدمع وخلف جراحا على جرائم ترتكبها جماعات بمسميات مختلفة، ولكن النتيجة واحدة. ماذا علينا أن نفعل؟ ما لنا سوى الله ولا نشكو إلا إليه. من هم طالبان وغيرهم؟ إنهم وحوش تفترس البشر. الضحايا لا يعدون، الضحايا كثيرون جدا. الأشلاء منتشرة هنا وهناك، وضع لا يوصف، وضع لا يطاق، لا تسألوا شيئا. التفجير كان مرعبا جدا وأصاب الكثيرين، انتشر الرعب في كل مكان، دوي الانفجار كان قويا جدا. إنهم خونة يخونون البلاد ويقتلون الأبرياء. لم يكتفي المهاجمون بذلك، بل لاحقوا حتى من قضى نحبه بجرائمهم. فبعد هذا الهجوم بيومين استهدف 3 مهاجمين انتحاريين صلاة جنازة أحد ضحايا الهجوم، وكان قد حضر الجنازة عبد الله الرئيس التنفيذي ومسؤولون كبار في الحكومة تعبيرا عن وقوف الحكومة مع شعبها. وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات أيضا. على إثر هذه المعطيات الأرضية والتطورات الخطيرة تتزايد الكراهية الشعبية تجاه طالبان وداعش بين عامة الشعب لتخسر من حجم البيئة الحاضنة لها إن وجدت. وأصبحت أي عملية أو خطوة ترمي نحو التسوية السياسية أو التفاوض مع هذه الجماعات تحظى بالرفض. فقراتنا مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. ما علاقة الملح بسرطان المعدة وهشاشة العظام؟ أهلا بكم من جديد. تعرض الرياضيون وعلى مدى سنين الثورة السورية للملاحقة والاعتقال، هذا بالنسبة لنظام الأسد، إلا أن تنظيم داعش لم يكتفي بذلك بل كفر الرياضيين، اعتبر الاعتراف واللعب بقوانينها مخالفة للشريعة الإسلامية. في مدينة الباب بشرق حلب لازال نادي العدالة يفتقد الكثير من لاعبيه بسبب ملاحقة داعش لهم أثناء احتلاله للمدينة، غير أن عددا كبيرا التحق بالتمارين في رسالة تحدي لداعش الذي سبق ومنع كرة القدم في المدينة. يعود نادي العدالة في مدينة الباب شرق حلب إلى التمارين بعد انقطاع دام 3 سنوات وفي نفوس لاعبيه شغف للعبتهم المفضلة. ففي الفترة التي احتل فيها داعش المدينة منع النشاطات الرياضية كلها وحاول صرف أنظار الرياضيين بما يتوافق مع سياسته وأفكاره. كانوا يحاولوا يمنعوا الناس ويطالعون برات جو الرياضة، مثلا برات أي جو، يدخلون في جو الحروب، جو القتل، جو التدمير، جو يعني الأجواء اللي مليانة دماء وأشلاء. يعني مثلا الشباب ياخذوهم يحضروا مقاطع أو إصدارات لداعش. كان ممنوع هالظواهر هي كلها، تجمعات كروية أو هيك، يعني بالفترة الماضية كانت ممنوعة وكنا نتجنب يعني كتير بسبب يعني ممكن لأي سبب تنسجن تدخل دورة شرعية. مصطفى أحد المواهب الرياضية في مدينة الباب، فقد يده في قصف جوي لقوات النظام واعتقله داعش مرتين لرفضه ترك كرة القدم، ليصبح بعد ذلك ضحية داعش والنظام. يعني ايدي ما بتخليني افكر انه اصير اصعب رفقاتي، بالعكس يعني لما بشوف ايدي مقطوعه بصير اجتهد اكثر مشان يعني اكون مجتهد اكثر ان شاء الله. هي فكرتي ان شاء الله باذن الله. اعتراض داعش على احكام كره القدم بداعي مخالفتها الشريعه الاسلاميه وملاحقته للرياضيين
دفع عبد الجاسم إلى مغادرة المدينة خوفا من الاعتقال بعدما حرم ورفاقه من ممارسة اللعبة. بدخول داعش يعني صارت الحياة صعبة، لكن الحمد لله أول دارين الوضع قررت أني أطلع على تركيا تيمارس هوايتي هناك أحسن، يعني ما لأني داعش هوني حرمونا من الطابع الخالص يعني. ولعل التقاء هؤلاء الرياضيين بعد تفرقتهم على يد داعش أعطاهم دافعا معنويا للاستمرار بالتمارين وإعادة فريقهم إلى مستواه السابق بعدما كانت كرة القدم جريمة في القرن 21 بنظر داعش. مشاكل الإكثار من أكل الأطعمة المالحة غالبا ما ينادي بها خبراء التغذية، لكن في دراسة حديثة أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن من أبرز المشاكل الصحية للملح هو سرطان المعدة وهشاشة العظام. تفاصيل هذه الدراسة مع زميلة عبير عبد الله المختصة بالفقرة الصحية في أخبار الآن. ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير صادر عنها مؤخرا أن متوسط الاستهلاك العالمي الحالي للملح يتراوح بين 9 جرامات و 12 جراما في اليوم للفرد الواحد، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة الموصى بها. وأشارت أيضا إلى أن الأشخاص بحاجة للملح لأنه المصدر الأكثر شيوعا من أيونات الصوديوم والكلورايد، والذي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال تناوله في الطعام. فالصوديوم ينظم كميات السوائل في الجسم ويساعد على تقلص العضلات، وله دور في تحريك إشارات العصب، كما تشارك أيونات الكلورايد في التأثير على حركات السوائل والهضم. لكن عند استهلاك الملح بكميات كبيرة فإنه يمكن أن تنتج عنه مشاكل صحية، وأهمها أولا أمراض القلب. تناول الكثير من الملح يمكن أن يصل إلى مستويات ضغط الدم ويؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية. ثانيا هشاشة العظام، تناول الملح بكميات كبيرة يؤثر على العظم ويسبب هشاشة العظام، وذلك عن طريق التسبب في زيادة إفراز الكالسيوم في البول. ثالثا سرطان المعدة، الاستهلاك المفرط للملح يمكن أن يسبب سرطان المعدة. وأوصت المنظمة الصحة العالمية أنه يجب ألا يستهلك البالغون أكثر من 6 جرامات من الملح يوميا، أي حوالي ملعقة صغيرة كاملة، ويحتاج الأطفال دون السنة إلى أقل من 1 جرام من الملح يوميا. تعد منطقة الحسين من أشهر المناطق التاريخية والشعبية في القاهرة التي يتردد عليها الكثيرون من السياح ومن المصريين. ومن أهم ما يميز منطقة الحسين المقاهي الشعبية المنتشرة بها، ويتنوع زوارها من كل الفئات والأعمار. وفي شهر رمضان تكتسب تلك الأماكن طابعا خاصا لدى العديد من الزوار. مراسل أخبار الأمن القاهرة رمضان المطعني والتفاصيل. ما إن تأخذك قدمك إلى مقاهي قاهرة المعزة، تراث يقبع في جنبات شوارعها يحمل من نفحات شهر رمضان الكثير، يفوح منها عبق التاريخ. عشاق يرتادون المقاهي ليكتمل الإطار ممزوجا بسهرات ليلية من بعد الإفطار حتى مطلع الفجر. ما طبعا رمضان ما يعديش إلا بخروجة زي كده، يعني لازما الأجواء اللي رمضانية كده في وسط الحسين، بالذات في الأماكن اللي هي الأثرية القديمة، تبقى ليها طبعا جو خاص طبعا في الأسرة المصرية. باجي هنا كل سنة في رمضان، بنتسحر هنا، بتبقى أحلى لمة هنا. مقهى الفيشاوي، تاريخ يتجسد من الملكية إلى عصرنا هذا، أنشئت منذ ما يقارب 220 عاما، لطالما كانت معقلا للرواد وحتى الساسة، حيث محمد عبده ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وجمال الدين الأفغانية تلهمهم ويحاكونها. هو في رمضان دايما بيكون في شكل مختلف للاماكن، وزي دلوقتي احنا في شارع المعز الدنيا بيبقى فيه يعني زي ما انت شايف حوالينا حاجات وبتاع وشباب كتير ومزيكا وهزار وكده، ودايما بتبقى حتت فيه لمات وناس متجمعه، وبيبقى في رمضان تبقى الاجواء مختلفه. وحتى الفن يدخل شريكا في نحت الصوره المصغره لتراث القاهره، فيرتاد العازفون هذه المقاهي وتضفي الاغاني التراثيه روح التاريخ الذي يلوح بالأفق. أنا وصحابي بنتفق كل يوم إن احنا بننزل في المكان المعين، القهوة المعينة، لما ننزل بقى بنقعد نتقابل وبتاع، وانت تسحر فين. لم تكتسب تلك المقاهي قيمتها عند المصريين فقط، فعزوبة المكان ونسيمه الغني يجتذب أيضا الكثير من العرب، ويلتمسون الطاقة الروحية الهائلة التي تعتصم بالمكان. من أمنيات حياتي أجي مصر،
لاني لفيت يعني الفار ايست كله. واول شغله هي اول مشوار سيدنا الحسين والقهوة الفيشاوي. مصريين بيعيشوا لحظة رمضان والجو جميل جدا، بيعيشوا اللحظة بكل حاجة، يعني بالطقوس الرمضانية كلها. دخلت وأنا جدا أحس بإحساس إنه رمضان، في أجواء رمضانية جدا رائعة. مزارا سياحيا مكتملا يحمل الماضي العتيق ويستضيف الحاضر ليصنع مستقبلا يسمو بالنفس، يقبع في أحضان الحسين والجمالية بنبض خان الخليل وروح شارع المعزة بين العمارة الفاطمية والعثمانية والمملوكية وغيرها. فإن جلست على إحدى المقاهي فقط فإنك وسط التاريخ. للمزيد دائما مشاهدينا تابعونا على موقعنا الإلكتروني، أيضا تواصلوا معنا دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتابعوا بثنا مباشرة على موقع تلفزيون الآن على الإنترنت. شكرا للمتابعة، تحياتكم مني من فريق العمل والمعدة منعوت.